السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة مريم الفيلالي. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير يا رب وفي صحة جيدة. اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم معايا هاد وجبة الغداء الرائعة، كفتة سمك السردين على الطريقة ديالي. ولو تكون ما كتعجبكمش بهاد التوابل الرائعة اللي باش حضرتها غادي تحماقوا عليها. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غنحتاجو سمك السردين اللي شديته ونقيته وزودت له الشوكة أو السنسول وزودت له هذيك الجلدة اللي كتكون فيه الفوق. هو لا بغيتو تخليوها خليوها هذيك الجلده، ولكن الفرق ان ملي كتحيدوها كتطلع لكم الكفته حمراء، ولا خليتوها كتبقى كحله. والكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. انا عندي هنايا نص كيلو او لا 500 غرام. بالنسبه للتوابل ديال هذه الكفته غادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الكمون، ملعقه عامره شويه ديال القزبر حبوب مطحون، وعندي ملعقة كبيرة ديال البابريكا، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم، رأس ملعقة ديال الفلفل السوداني، وعندي قزبر ومعدنوس معدنوس عفوا مفرومين، وجوج فصوص كبارين ديال الثوم والملح. أول حاجة غادي نطحنو هاد السردين ديالنا في هاد الآلة اليدوية كيف ما كتشوفوا، أو أي آلة متوفرة عندكم. من بعد غادي نضيفو ليه توابل والملح، وضيفوا ليه يعني ربع قزبر ومعدنوس بزيد، هو اللي كيعطي واحد اللذة رائعة. من بعد ما خلطناه غادي نحطه نغطيه ونحطه في الثلاجة تشرب هاد التوابل ويجمع راسه شوية. مما حضرنا الصلصة اللي غادي نطيبوه فيها، غادي نحتاجو هنايا واحد جوج مطيشات كبار اللي حكيتهم في الحكاكة الغليطة، وعندي واحد الملعقة صغيرة ديال مركز الطماطم، ونصف بصلة صغيرة محكوكة في الحكاكة الرقيقة، واحد جوج فصوص ديال الثوم مهروسين، وقطع ديال الليمون الحامض مخلعة أو لا مرقدة، وشوية ديال الكمون والبابريكا، رأس ملعقة ديال الزنجبيل، ورأس ملعقة ديال الكركم، قليل من الفلفل الأسود، واحد الورقة ديال الرنك او سيدنا موسى، والملح، وعندي هنا خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة. جيبوا واحد طنجرة نوضعوا فيها الطماطم والبصل، الطماطم مركزة، وغادي نوضعوا فيها الثوم، وضعوا فيها الزيت القليل من زيت الزيتون والقليل من زيت المائدة، شي نص كاس ما بيناتهم، وغادي نوضعهم على النار يتشحروا شوية. عاد نزيد التوابل، نزيد التوابل ونخلط مزيان ونخليهم يتشحروا واحد شوية. من بعد ما كتشوفوا رجعوا هكا، غادي نزيد واحد الكأس صغير ديال الماء، وغادي نحرك ونزيد هذيك ورقة سيدنا موسى، ونخلي الماء حتى يغلي شوية باش نوضع فيه. من بعد جبت الكفتة ديالي اللي ديجا رجعتها على شكل كويرات، وغادي نوضعها في الطنجرة، حاولوا تجربوها البنات كتجي لذيذة بزاف بهاد التوابل. وكنوضعوا هذيك القطعة ديال الليمون الحامض، وكنسدو عليه ونخلوه يطيب 15 دقيقة، كيكون موجود كيف ما كتشوفوا. من بعد ما طاب غادي نخليوه جانبا ونجيو باش نحضروا السلطة. اول سلطة عندي هنا الجزر اللي ديجا سلقته في الماء مع الملح، وسلقت معاه واحد الفص ديال الثوم، وغنحتاجوا للتوابل ديالو، قليل من البابريكا او التحميرة، واحد راس ملعقة ديال الزنجبيل، راس ملعقة ديال القرفة، وملعقة صغيرة ديال السكر سنيدة، قطرات من الليمون الحامض، واحد المقلاة على النار غادي نوضعوا فيها القليل من الزيت، ونوضعوا فيها هذاك الجزر ديالنا، وداك الفص ديال الثوم اللي معكتو شوية مع هو ديجا كان مسلوق، والتوابل اللي سبق ليا وذكرت، وغادي نخليه يتشحر. من يتشحر غادي نزيد عليه قطرات ديال الليمون الحامض كما كتشوفوا. صافي، وكيكون ها هو جاهز، كنوضعو جانبا وكندوز باش نحضر السلطه الثانيه ديال الارز اللي سبق لي وحضرتها معكم من قبل. عندي في مقلاه واحد جزره كبيره محكوكه، وبصله مقطعه الى قطع صغيره مربعات صغيره، وضفت عليها الفلفل الاسود او الابزار والملح، وحركتها. من بعد ضفت لها جوج قطع ديال الجبن المثلث، وملعقه صغيره ديال الزبده، وغادي نزيد ملعقه كبيره ديال صلصه الصوجا، ونحرك هاد المكونات جيدا. وديجا سلقت الرز في الماء مع الملح، وخليته كيتسقطر،
من بعد ما تشحروا غادي نزيد عليهم الرز وغادي نخلط الكل ونخليه يتشرب هاد التوابل وهاد النكهات. صافي وكتكون عندي السلطة التانية موجودة. بالنسبة للسلطة الثالثة، وجدت بطاطس اللي شديتها وقطعتها مربعات صغيرة وسلقتها في الماء مع الملح، وضفت لها القليل من المعدنوس وغنضيف لها القليل من الفلفل الأسود، رأس ملعقة صغيرة فقط، والقليل من الكمون. والقليل من الملح حسب الذوق، وغادي نضيف ليها القليل من زيت المائدة. يمكن لكم تضيفوا زيت الزيتون اللي كان كيعجبكم في السلطة. صافي، ودابا غادي ندوز باش نوجد اطباق ديالي ديال السلطة. غادي نجيب واحد المول دائري بحال هاد الشكل صغير، دوك القطاعات اللي كنقطعو بها البيتزا اولا كنوضع فيها الرز. صافي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وكنحيدها كيبقى لي داك الرز شابر هذاك الشكل ديال هذاك الدائره. صافي كنمشي للطبق الثاني حتى هو نفس الشيء. وعندي هنايا الخس كيف ما كتشوفوا اللي ديجا غسلته ونشفته، وضعت الخس وغادي نوضع فوق منه هذيك البطاطس اللي تبلناها. وغادي نحاول نزينها من الفوق بالجبن ديال الساندويتش اللي قطعته على شكل شرائح. صافي، في الجانب الاخر غادي نوضع الجزر، هاد الجزر بهاد النكهات اللي حضرت معاكم بهاد التوابل كيجي روعه في المذاق، واخا تستغربوا من هذيك الملعقه ديال السكر ولكن كيجي رائع. وكيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا صبح جاهز، كفته سمك السردين كتجي رائعه مع هاد الصلصه، وكتجي معلكه وكيجي فيها واحد المذاق رائع، ومع السلطه اللي حضرنا مع بعضنا. وجبة غداء أو العشاء اللي بغيتو، صحية جدا ولذيذة جدا. كنتمنى تعجبكم، وما تنسوش تدعموني باللايك ديالكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب. شكرا.